السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله دلوقتي المحاضرة التانية وهي تحديد حجم العينة. إيه المقصود بحجم العينة؟ مقصود بيها عدد المفردات اللي هسحبها من المجتمع وتكون دي العينة بتاعتي اللي هشتغل عليها وأطلع منها نتائج أقدر أعممها بعد كده على المجتمع. طيب هل دي مشكلة؟ أكيد. وأنا بحدد حجم العينة ببقى عايزة أحصل على المزايا بتاعة استخدام أسلوب المعاينة وعاوز أتجنب العيوب بتاع استخدام أسلوب المعاينة. من اهم المزايا او اول المزايا اللي احنا قلناها قبل كده المحاضره اللي فاتت ان انا عايزه اوفر جهد واوفر تكلفه واوفر مجهود. طيب عشان اوفر الثلاث حاجات دولت لازم ان حجم العينه بتاعتي ما يكونش كبير، لان كل ما حجم العينه كبر كل ما زادت التكلفه وزاد وقت زاد الوقت في تفسير نتائجها وزاد الايه المجهود اللي ببذله في لتفسير نتائجها. والأول عيب اتكلمنا فيه إن أسلوب المعاينة قد يؤدي إلى الحصول على معلومات أو نتائج غير دقيقة عن استخدام دراسة عن استخدام الحصر الشامل اللي هو دراسة المجتمع كله. يبقى أنا كده عايزة أتجنب الدقة، إن الدقة تكون قليلة، يعني عايزة أزود الدقة. فأكيد كل ما الدقة هتزيد كل ما يكون محتاجة إن حجم العينة بتاعي يكون كبير. يبقى كده الحاجتين دول خلوا فيه تناقض، منين عايزة أكبر حجم العينة عشان أحصل على دقة عالية، ومنين عايزة أصغر حجم العينة عشان أوفر مجهود وتكلفة. يبقى كده من هنا ظهرت المشكلة إن أنا محتاجة أحصل على أسلوب علمي يحدد لي حجم العينة. بدأ الأسلوب ده بإن أنا أحدد أول العوامل الرئيسية اللي بتؤثر في قرار حجم العينة. أول عامل درجة الدقة اللي البحث بيتطلبها، وأكيد درجة الدقة دي بتختلف من بحث لآخر ومن مشكلة الأخرى ومن باحث لإيه لآخر. لكن بصفة عامة أكتر 3 درجات دقة أو بسميها إحصائيا معاملات ثقة بتستخدم في الأبحاث الإحصائية، إن يكون معامل الثقة أو إن أنا بثق في نتائج العينة دي بنسبة 90% أو 95% أو 99%، ده بسميها معامل الثقة. وأكيد المكمل بتاعها اللي هي 10% أو 5% أو 1% دي درجة عدم الثقة في البيانات أو بس أو في النتائج قصدي، ودي بسميها مستوى المعنوية. تاني عامل تباين المجتمع، واتفقنا التباين المجتمع اللي هو مدى تشتت القيم حول متوسطها. فكل ما كان المجتمع بتاعي التشتت بتاعه كبير، يعني مفيش تجانس ما بين مفرداته، كل ما ده استدعى ان انا اكبر حجم العينة علشان اغطي كل فئات المجتمع. يبقى درجة الدقة المطلوبة اكيد بتحتاج حجم العينة يزيد، يعني كل ما زادت درجة الدقة كل ما احتجت ان انا ازود حجم العينة. يبقى العلاقة طردية بين درجة الدقة وحجم العينة. وأكيد زي ما قلنا تباين المجتمع كل ما زاد كل ما احتجت إن أنا أكبر حجم العينة عشان أغطي كل فئات المجتمع. يبقى العلاقة طردية بين تباين المجتمع وبين حجم العينة. آخر عامل مقدار الخطأ المسموح به في التقدير، يعني الباحث بيجي يقول أنا عايز أسحب عينة عشان أقدر حاجة معينة ومش عايز أقع في خطأ مثلا يتعدى كذا وحدة 2 3 4 أيا ما كان حددها، فده مقدار الخطأ المسموح بيه. فأكيد كل ما الخطأ بتاعي هيقل كل ما حجم العينة يكون أكتر. يبقى كده بالنسبة لي دي علاقة عكسية، لو عايز أقلل الخطأ يبقى زود حجم العينة، لو الخطأ كبير يبقى حجم العينة قليل. يبقى دي هنا العلاقة بينهم علاقة عكسية. من الـ3 عوامل اللي احنا قلناها دول هيطلع لنا القانون اللي احنا بنوجد منه حجم العينة. أهو نون اللي هي حجم العينة محتاجة ليها التباين، ومحتاجة أحدد درجة الثقة معامل الثقة عشان أجيب إيه، وعندي وعايزة إيه الخطأ 90% دي مقابل ليها إيه بكام 1.96%. يبقى ده اللي هشتغل عليه بشرط ألا يزيد الخطأ في التقدير عن 4 جنيه. يبقى خ بتساوي 4. يبقى أجي أطبق القانون أطلع المعلومات اللي إداهالي، سيجما بتساوي 25، معامل الثقة 95% إذا يه 1.96%، والمطلوب إيجاد حجم العينة نون، والخطأ طبعا بس هي مش مكتوبة هنا الخطأ ب4. يبقى نون بتساوي 25 تربيع
مضروبة في 96% اللي هي ي تربيع على 4 تربيع، ده هيساوي 150 وواحد من عشرة. هقربها ممكن 100، يعني هو طبقا لقواعد التقريب يبقى طالما الرقم اللي هو 10 أقل من 5 من 10 بنزل بالقيمة الأقل يعني، لكن وأنا بحدد حجم العينة لو عليت بيها مش مشكلة. يبقى نخلي بالنا، مهم جدا ملاحظة في التمرين هنا، إن هو عشان ادانا الانحراف المعياري عملنا له تربيع، لكن لو كان قال لك التباين يبقى كنا هناخده زي ما هو ومش هنعمل له تربيع. واحنا هنعمل محاضرة فيها مسائل متنوعة هيكون فيها افكار اكتر. نيجي للنقطة التانية وهي انشاء فترة الثقة. عشان خاطر عايزة اقدر مثلا متوسط صفة أو متوسط ظاهرة معينة في مجتمع، فانا ممكن قدامي حالتين دلوقتي، ان انا اسحب عينة واحدة واثنين وثلاثة وأجيب كل عينة دي متوسط، وبعدين أحسب المتوسط العام للعينات ديت وأقول هو ده متوسط المجتمع. يبقى أخدت قيمة واحدة وقلت إن هي دي متوسط المجتمع، فده بسميه تقدير نقطة. يبقى اللي بيحصل فيها إن بيبقى عندي المجتمع أخد منه فرضا 5 عينات، ال5 عينات دول هاخد من كل عينة اجيب لها المتوسط بتاعها، وبعدين اجمع المتوسطات دي واقسمهم على 5، اجيب حاجة اسمها المتوسط العام لمتوسطات العينات، اقول هو ده غالبا هو ده متوسط المجتمع. ده بسميه تقدير بنقطة، لان انا عبرت عن متوسط المجتمع بقيمة واحدة بس اللي هي المتوسط العام لمتوسطات العينة. لكن الجزئية ديت احنا مش هنشتغل بيها، بس كان المفروض بس نعرفها. الحالة التانية هي التقدير بفترة الثقة. يعني ايه فترة الثقة؟ بسحب فيها عينة وبقدر المتوسط بتاعها، وبعدين استخدم المتوسط ده عشان اقول والله ان المتوسط الحقيقي للمجتمع بيقع ما بين قيمتين، قيمة الحد الأدنى وقيمة الحد الأعلى، والمتوسط اللي أنا حسبته من العينة ده بيقع في ايه بينهم، بيقع بينهم. يبقى انا بجيب عينة وبحسب منها المتوسط، وعن طريق قانون بنجيبه بنحدد بعد كده حد اعلى وحد ادنى، ونقول ان المتوسط الحقيقي للمجتمع بيقع في المدى ده بين الحد الادنى والحد الاعلى، ودي بنسميها عشان كده فترة ثقة. وطالما قلت فترة ثقة يبقى انا معامل الثقة هيكون لي دور معايا وانا بحسب فترة الثقة دي. ايه القانون المستخدم؟ طالما انت بتنشئ فترة ثقة لمتوسط المجتمع باستخدام متوسط العينة، يبقى على طول اول حاجة هتحطها في القانون متوسط العينة اللي انا برمز له بسين شرطة. وطالما هتعمل حد اعلى وحد ادنى فهتبقى زائد او ناقص. زائد يبقى هعمل جاي هجيب الحد الاعلى، ناقص هجيب الحد الادنى. يبقى القانون بتاعي سين شرطة زائد او ناقص ي في عين على جذر نون. س شرطة عرفنا اللي هو متوسط العينة، عين اللي هو انحراف المعياري للعينة، الانحراف المعياري للعينة ما استخدمتش هنا تباين، استخدمت انحراف معياري للعينة. ي الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة. نون حجم العينة، وبرضه هنا ملحوظة انحراف المعياري للعينة برمز له عين، هو الجذر التربيعي لتباين العينة عين تربيعي. يبقى بصفة عامة الانحراف المعياري هو جذر التربيعي للتباين، برمز له للعينة بعين وبرمز له للمجتمع بسيجما. يرغب أحد الباحثين في تقدير متوسط الذكاء لطلبة الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، فقام بسحب عينة عشوائية من 100 طالب. نطلع بياناتنا على طول. أخد عينة عشوائية من 100 طالب، يبقى حجم العينة نون بيساوي 100. وجد أن متوسط الذكاء بالعينة 68 درجة، يبقى إذا س شرطة بتساوي 68. بانحراف معياري 20 درجة يبقى عين بتساوي 20. باستخدام معامل الثقة 95% أوجد فترة الثقة لتقدير متوسط ذكاء الطالب. هطبق القانون بتاعي، هكتب القانون س شرطة زائد أو ناقص ي في عين على جذر نون، وأطبق بدل س شرطة أحط 68 زائد أو ناقص 1.96 في 20 على جذر 100. هاخد القانون ده
أطبقه مرة بالزائد يبقى كده هحصل على الحد الأعلى، ومرة بالناقص أحصل على الحد الإيه الأدنى. لما أجي أطبقها يبقى الحد الأعلى بيساوي 68 زائد 3.92 اللي هي المقدار كله اللي هو 1.96 في 20 على جذر 100، طلع ب 3.92. ده بيساوي لما أجمع هيساوي 71.92. الحد الأدنى 68 ناقص 3.92 ده بيساوي 64.8. يبقى احنا كده بنتوقع ان متوسط الذكاء للطالب بيتراوح بين 64.8 كحد أدنى و71.92 درجة كحد أعلى. هل ده بنسبة 100%؟ لا، ده بمعامل ثقة 95%. كده نبقى خلصنا المحاضرة التانية، وإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية بإذن الله. شكراً.